مبادرة التضامن والتكافل لتبرع الدم تحت شعار المغرب بلادك محتاج لدمك لفائدة المركز الوطني لتحقن الدم بالمستشفى الإقليمي للقنيطرة. هذه المبادرة التي إن شاء الله ستنظم يوم الجمعة 26 يونيو 2020 بمقر الوكالة الحضرية للقنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان. هذه التظاهرة هي لحظة لقاء ما بين أفراد عائلة الوكالة الحضرية للقنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، بين أفراد هذه العائلة، إدارة، موظفين، وجمعية الأعمال الاجتماعية لهذه الوكالة، وأيضا بين أفراد العائلة الكبيرة المتكونة أيضا من الجمعية المنعشين العقاريين والمجزئين بالقنيطرة، وأيضا الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بالقنيطرة وزان لسد الخصاص الكبير والمهول للمخزون الوطني والجهوي لبنك الدم. ترمي هذه المبادرة المواطنة المتخذة من طرف الوكالة الحضرية في ظل موجة التآزر ضد جائحة كورونا العالمية لتجسيد مستوى التعاون بين أهم المتدخلين في هذا القطاع، قطاع التعمير والعقار، ولإرساء مناخ أعمال مستقر وجذاب يمكن من إعطاء انطلاقة جديدة لدينامية الاستثمار في هذا القطاع، تفعيلا لتوجيهات الوزارة الوصية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتحت القيادة الرائدة والرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.